نتعرف بها ونتعرف الناس. يلوغ الكازو كينفو وهو مزيج من مجموعة من الرياضات المختلفة، فيها كار والكاراتيه، جو جودو، الايكيدو وبوكسينواز. تكون فيها الكازو كونتاكت والكازو بوكسين عاد السيلف ديفونس. هي رياضة صعيبة، صعيبة بزاف، واللي كيديرها خاص يكون حصل يدير واحد القانون يدير واحد القانون في الكاراتيه. اللي كيدير الكاراتيه حنا كنقولو بلي لا سيلف ديفونس كنقيدو هادشي، كيزيد يكمل قدام باعتراف من الوكالة الدولية للكازو كينفو. كأس نصر الجرجرات في النسخة الثانية اللي غيكون هذا الكأس هو دوري واللي غادي نديرو في الجرجرات واللي غادي يشاركوا فيه خبراء أمريكان غيكونوا موجودين إن شاء الله في ماي. ونحن عاوتاني الاستعدادات والإخوان عاوتاني الشباب الأخرين اللي جاوا وخاطروا معنا غيكون عاوتاني الاستعداد والحمد لله غادي نزيدوا قدام. ولا ننسى واحد المسألة هو الشكر الجزيل للنوبي رئيس المسجد والجهة تحت الوطن الداعم الأول للرياضة والرياضة الجهة تحت الوطن خاصة الجمعية أو الديجر أو الجامعة الرياضية اللي كتشتغل الجهة تحت الوطن يخدموا من ناحية المسجد والجهة تحت الوطن هو راه داعم الرياضة مع السكة العنصرية دون السلام ولكن خاصة يخدم من هذا المنبر هذا كان من الخروج جزيل الشكر المسجد والجهات تحت الوطن كل من المسلمين كل من مكانه لان مسؤول المسجد هم المسؤولين وهم اللي جاوا على اساس احسن الاعمال ورسول الله. وغادي ان شاء الله بعد ماي غادي يكون مصر الاولى او ثاني امتحان دولي اللي غادي تقابلوا مدينه الدخله هو الحزام الاسود الدرجه الثانيه اللي غيدوزوا عندنا جوج ديال الابطال عندنا اللي غيدوزوا والحزام الاسود الدرجه الخامسه اللي غندوزوا احنا الدخله ونشوفوا الاخوان الثاني اللي غيدوز باسج ديال سانتي عمر الدرجه الرابعه ولا الخامسه ولا الاساسيه فما الفرصه اللي عندك في المطالبات وديروا المسائل القانونيه باش تتصدق عليهم بالجزء الوطني وتدفعوا الوكاله الدوليه للكازو كينفو وان شاء الله يكون خير لان الريساد غادي يجينا وغتكون واحد الطقوس ديال الكازو كينفو الناس وغتكون ديال شي حاجه.